ميرسي جدا اولا اللي اتسابونا والاباء كلهم المشرفينا. اولا هم سندوا الكتاب بصلواتهم، وان هم الكنيسه هي اللي طلعت الكتاب ده في حد ذاته يعني تعضيد كبير لعمل حلو في خدمه الكنيسه. ونشكر ابونا طبعا باسيليوس ان ادانا فرصه في الاجتماع، وقبل كده طبعا قعد معانا في كلمه كلمه يفرها معانا تعبناه وصدعناه. نشكر ربنا ونشكر الاباء على وجودنا النهارده. قبل بس ما نتكلم، احنا عندنا مشكله مع القداس الكرولوسي. احنا المقصود بيها الشمامسه والشعب واحيانا بعض الاباء. حتى انا كنت وانا بحضر الطقس ده كان في حد من الاباء الرهبان المهتم بالطقس كنت بتكلم معاه، قال لي بص انت مش هتلاقي الاباء فاهمين اصلا الكرولوسي ده ماشي ازاي، فهو يقول لك يا عم خلينا في العادي عشان ما نتعبش. طبعا مش كلهم، في اباء بيحبوا القداس الكرولوسي، طبعا اشهرهم المتنيح الانبا يوانس اسقف الغربيه والبابا مكاريوس المتنيح اللي هو رقم 114 كان بيحبوا جدا القداس الكرولوسي، والانبا غوريوس طبعا ده كان علامة جيله. انا قصدي ان احيانا بتبقى مشكله الشعب او مشكله الشمامسه ان لو انا مش فاهم الموضوع ما بحبوش. زي اي حاجه في الدنيا، لو انا في ماده ما بحبهاش مش هذاكرها، لو انا ما بحبش الالحان مش هقراها، لو انا ما بحبش كتاب مقدس مش هقراه، وهكذا. احنا هدفنا في الجزء ده ان احنا نحاول نوضح جمال الطقس القداس الكرولوسي علشان كلنا نتشجع ونتحمس ان احنا نصلي بيه. القداس الكرولوسي بيتميز عن القداس الباسيلي والغرغوري بحاجتين. اول حاجه ان هو كلماته بالرغم ان هي بسيطه بمعنى ما فيهاش تعاليم لاهوتيه ضخمه، الا ان كلماتها كلها انسحاق وتواضع قدام ربنا، وده في حد ذاته بيدي جو روحي جد جميل جدا لاي حد بيسمع القداس او اي حد بيصلي القداس. هنتكلم عن الموضوع ده بالتفصيل. الحاجه الثانيه المميزه في القداس الكرولوسي انه بيطلب طلبات عميقه جدا وعن فئات كتيره جدا في الشعب يمكن القداس الغرغوري والباسيلي ما بيغطيهاش، برضو هنتكلم عنها. احنا طبعا احنا عارفين ان احنا عندنا ثلاث قداسات، قداس كرولوسي وباسيلي وغرغوري. طبعا الباسيلي والغرغوري عشان بيتصلوا كتير فسهل على حضراتكم لما اقول الجزء الفلاني ان انتوا تعرفوا تتابعوه. القداس الكرولوسي هنقارنه عشان نشوف الفرق. بس برضو في حاجه قداس تاني مهم بالنسبه لنا. القداس ده ما كانش حد يعرف عنه حاجه تقريبا لغايه بدايه القرن 19، اخر القرن 19، اللي هو قداس القديس سرابيون. القديس سرابيون ده واحد من الاساقفه اللي كانوا معاصرين للبابا اثناسيوس الرسولي، هو من ضمن الاساقفه المشهورين في الرد على بدعه اريوس. في اخر القرن 19 في اليونان اكتشفوا نسخه خطيه لخلاجي كامل من ضمنه صلوات الافخارستيه او القداس الالهي. طب ليه انا بتكلم عنه دلوقتي؟ لان الخلاجي ده كامل او عمل قداس كامل، وكان تاريخه البابا اثناسيوس الرسولي اللي هو تقريبا القرن الرابع الميلادي، منتصف القرن الرابع الميلادي. لما نعرف ان البابا كرولوس عمود الدين اللي هو الاجرى الاصلاحات او اللي عدل في القداس بتاع ماريموروس الرسول عاش بعد التاريخ ده بحوالي 100 سنه، يبقى اذا انا معايا صوره ممكن نقول قريبه لشكل القداس قبل البابا كرولوس عمود الدين، وبالتالي ممكن اشوف ايه هي التغييرات او التطورات اللي عملها البابا كرولوس في القداس الكرولوسي. دي مقارنه بسيطه عشان ما انتهش ما بين القداس الكرولوسي والقداس الباسيلي والغوري في ناحيه. طبعا هبتدي بالباسيلي عشان هو سهل واغلبنا بيسمعه في القداس ومش مستغربين. بنبتدي طبعا بعد ما رد الانجيل والاواشي الثلاثه اللي هم السلامه والاباء والاجتماعات قانون الايمان، بعد كده نبتدي صلاه الصلح، وفي اخرها قبلوا بعضكم او القبله المقدسه، وبعد كده بنقول مستحق وعادل ثلاث قطع، ونختمهم بقدوس او الشاروبيم يسجدون لك اللي هي التسبيحه الشاروبيميه. بعد كده ابونا بيبتدي قطعه قدوس اللي بيحكي فيها قصه الخلاص سواء باسيلي او غرغوري، وبعد كده بيبتدي التقديس سواء الباسيلي اللي هو بدايته هذا السر العظيم الذي للتقوى، او الغرغوري
لأنك أنت في الليلة التي أسلمت فيها ذاتك إلى آخره. بعد كده بعد ما التقديس يخلص وحضور الروح القدس يتم على القرابين، تبتدي الأواشي، وفي آخرها المجمع والترحيم، وبعد كده القسمة والتناول. ده القداس اللي احنا عارفينه. أوكي، الناس متابعة ولا تاهت؟ أوكي، ده اللي احنا يعني أغلبنا متابعه. الكورولوسي فارق في ايه؟ الكورولوسي برضو بيبتدي بصلاة الصلح والقبلة المقدسة، بعد كده مستحق وعادل بيقول قطعة واحدة اللي هي تمجيد بدايتها مستحق وعادل ومستحق وعادل، وفي آخر أول قطعة أبونا يمسك الشرية بيقوله أنت الذي يقدم لك البخور من أقاصي المسكونة إلى أقاصيها، وبعد كده يبتدي على طول في الأواشي. خدتوا بالكم الأواشي بقت مكانها فين؟ قبل كل البال قداس ده، والأواشي في وسطها يجي المجمع والترحيم، وبعد كده بعد ما تخلص نقول التسبيحة الشربمية، بنقول قطعة اسمها لأنك أنت هو الله، ودي ليها قصة مهمة، وبعد كده قدوس، وبعد كده التقديس واستدعاء الروح القدس، وبعد كده الاسم والتناول. يبقى إذن أنا حاولت أقسمها بطريقة سهلة عشان تتخيلوا الفرق ماشي إزاي. ببساطة الأواشي جت في النص ما بين مستحق وعادل وباقي القداس اللي احنا عارفينه. طب ده معناه ايه؟ هنتكلم عنه. برضو مهم جدا ان انا اقارن بين قداس الكورولوسي وقداس القديس عشان نتخيل الصورة. برضو هنبتدي بقداس القديس سرابيون، بيبتدي بالأواشي وبعد كده القبلة المقدسة، وبعد كده بيصلي قطعة مستحق وعادل، ووراها الجزء الثاني اللي هو لأنك أنت فوق كل رئاسة، اللي هو بينتهي بالتسبيحة الشربيمية اللي هي الشربيم يسجدون لك، وبعد كده التقديس واستدعاء اللوغوس أو استدعاء الكلمة، وبعد كده التناول. ده القداس بتاع القديس سرابيون. احنا القداس الكورولوسي الحالي في صلاة الصلح ما كانتش موجودة في قداس القديس سرابيون. القبلة المقدسة موجودة، دي أساسية في أي قداس وفي أي عمل لتورجي في الكنيسة. بعد كده مستحق وعادل في نفس الترتيب تقريبا. الأواشي هي اللي اتغيرت، بعد ما كانت في الأول نزلت ما بين مستحق وعادل وأنك أنت فوق كل رئاسة. وبعد كده التقديس الكورولوسي بيتكلم عن استدعاء الروح القدس، في حين القداس القديس سرابيون بيتكلم عن استدعاء اللوغوس. دي برضو ليها قصة هنتكلم عنها. وبعد كده التناول. قبل ما نقلب بسلايد، لأنك أنت فوق كل رئاسة، دي قطعة مهمة في إيه؟ إحنا عندنا قداس القديس سرابيون ده القرن الرابع، القداس الكورولوسي معانا لغاية القرن 21. في بردية اسمها بردية ستراسبورغ، لأنها موجودة في متحف مدينة ستراسبورغ في ألمانيا. البردية دي أهميتها إن فيها الجزء بتاع مستحق وعادل وجزء من الأواشي ولأنك أنت فوق كل رئاسة. من الجميل ومن قمة الإعجاب والانبهار لما تعرفوا أن النص بتاع القرن الرابع اللي احنا اكتشفناه في القرن 19 والبردية اللي من القرن الخامس بعد البابا كرولوس بحاجة بسيطة، والقداس الكرولوس اللي وصل لنا نفس تقريبا. معنى كده أن كنيستنا عارفة تحافظ على صلواتها وكلماتها على مدار 2100 سنة من غير ما يتغير فيها حاجة. دي حاجة في حد ذاتها جميلة جدا تحسب لينا ككنيسة، ان احنا عارفين نحافظ على ما نملكه من عقيدة ومن تراث روحي وعقائدي. اوكي، ممكن نغير. طيب طيب هنا نيجي لسؤال مهم. احنا دايما لما بنفتح اي خلاجي بيقول ان القداس القديس كورولوس المعروف باسم القديس قداس القديس مريم مرقس الذي اكمله وقام بترتيبه القديس البابا كرولوس عمود الدين. ده المكتوب في أي خلاجي بيتكلم على القداس الكرولوسي. دايما كان بيجي السؤال ده في ذهن ناس كتيرة قوي، طيب هو ايه التاريخ اللي بيقوله عن القديس كرولوس؟ هو عمل ايه للقداس ده؟ يعني ايه اللي هو عمله وأضافه وخلانا نقول بدل ما كان اسمه قداس ماري مرقس الرسول بقى اسمه قداس البابا كرولوس أو قداس الكرولوسي؟ الرأي القبطي التقليدي او التاريخي جه سيرته
للعلامة ابن كبر ده حد عاش في القرن الـ13، وهو تقريبا مصدر أساسي من مصادر الطقوس في كنيستنا على الأقل في أجيالنا إحنا، لأنه كان بيكتب باللغة العربية، فنقل لنا كتير جدا من الطقوس بتاعت كنيستنا في القرن اللي هو كان عايش فيه. ذكر في كتابه مصباح الظلمة لإيضاح الخدمة في الباب السابع في سيرة حياة البابا كرولوس أنه أضاف مردات الشماس للأواشي ووشية البطريرك. تاريخيا ده قاله في القرن الـ12، لما اكتشفوا قداس القديس سرابيون في القرن الـ19 لقوا فعلا ان ممكن يكون ده حصل، لان قداس القديس سرابيون ما فيهوش مردات شماس ولا أوشية بطريرك. فيها أوشية اسقف بس ما فيهاش أوشية بابا بطريرك. فاذا ممكن يكون رأي ابن كبر فعلا ده حصل، ان البابا كرولوس اضاف مردات الشماس وفعلا اضاف أوشية البابا البطريرك للقداس. لكن بصراحة ممكن تكون التغييرات اللي عملها البابا كرولوس اعمق من كده او مختلفة عن كده. طب ليه؟ اول حاجة زي ما احنا اتكلمنا من شوية ان القداس الكرولوسي مختلف عن قداس القديس سرابيون في الترتيب، وقلنا حتى باردية ستراسبورغ دي تاريخها يرجع للقرن الـ5، يعني قريب جدا من عصر البابا كرولوس عمود الدين. يعني معنى كده ان التغييرات اللي عملها البابا كرولوس في القداس ممكن يكون من ضمنها انه حرك الاواشي من بداية القداس لما بعد قطعة مستحقة وعادل الاولى، اللي هو الترتيب اللي شفناه في السلايد اللي فاتت. حاجة تانية ان قداس القديس سرابيون وهو عمل يرجع للقرن الـ4 الميلادي كان بيتكلم وهو بيجي يقدس القرابين، بيقولك ليأتي اللوغوس اللي هو الله اللي هو الاقنوم الابن ويقدس القرابين. بعد عصر القديس سرابيون بحاجة بسيطة ظهر عصر او ظهر بدعة حاجة بيسموها اعداء الروح القدس، ابتدوا يحاربوا لاهوت الروح القدس بكون الله. طبعا الاريوسية هي اللي ابتدت الفكرة دي، لكن كانت منتشرة في عصر القديس باسيليوس والقديس غريغوريوس والقديس بابا كرولوس عمود الدين. فوارد جدا يكون صلوات استدعاء الروح القدس ده من ضمن التغييرات اللي عملها البابا كرولوس في القداس. ويمكن الصلاة لما نيجي نتكلم عنها هنشوف قد ايه ان هي بتشرح لاهوت الروح القدس بالتفصيل، وكأنه درس تعليمي للشعب مين هو الروح القدس وايه هو لاهوته وايه هو عمله في الكنيسة. طبعا القداس هدفه انه يعلم الشعب العقيدة بحيث الهرطقة والتعليم الغريبة ما تخشش الكنيسة. الحاجة قبل الأخيرة تطور النص. يعني ايه تطور النص؟ ده كان في بحث أجنبي، يعني كان من ضمن المراجع بتاعتنا في الكتاب، بيتكلم عن القداس الكرولوسي بيقول ايه؟ بيقول احنا عندنا نصين، نص قبطي الكنيسة القبطية بتملكه ونص يوناني بتملكه الكنيسة اليونانية المصرية اللي هي لسه موجودة لغاية النهاردة، اللي هو البابا برضو اسمه ثيودوروس برضو ماسك الكنيسة، عندهم نص. فقال لك بلا شك النص القبطي هو الأقدم والأقرب للقديس مريموروس، لأن معروف عن الأقباط إن هما ما بيغيروش كتير في اللي بيملكوه، وعندنا نص يوناني متطور كل شوية بيتم عليه إضافات. فهو كان بيقول إنها يعني كمحاولة منه للبحث إن احنا نحاول نجيب النصين وناخد الكلمات المشتركة ونشيل التأثيرات البيزنطية على النص اليوناني على أمل إن احنا نوصل للنص الأصلي للي قاله القديس ماري مرقس، وبالتالي نقدر نقول القديس البابا كرولوس عمل إيه في القداس. طبعا هي حاجة صعبة، بس هو في الريفرنس ده أو في المرجع ده كان بيتكلم على فكرة بحث أو فكرة موضوع في حاجة زي كده. ماشي، أنا بصدعكم بس عشان أوضح لكم الصورة. لا ننكر ان بعد البابا كرولوس عمود الدين ظهرت تطورات تانية زي صلاة الصلح وهنتكلم عنها بالتفصيل، والمجمع. المجمع ما كانش في عصر البابا كرولوس لان المجمع مذكور فيه اسمه، فمش منطقي يكون ذكر اسمه وهو عايش. طيب نبتدي بصلاة الصلح. احنا في جزء قبل صلاة الصلح حاليا بيتصلى سر اسمه صلاة الحجاب، ابونا هو اللي بيصليه والاواشي بتاعته بتتصلى سرا وقت قراية الانجيل، يمكن بتتصلى علنا في باكر الصوم الكبير اللي هي في وقت المطانيات. هي دي الاواشي اللي ابونا بيصليها سرا في حاجه اسمها صلاه الحجاب. كل قداس من القداسات الثلاثه ليه صلاه حجاب. الباسيلي ليه واحده مرجعها القديس يعقوب الرسول، الغرغوري ليه واحده، والكرولوسي ليه اثنين
هو يعني كل واحد ليه اتنين بس، يعني في واحدة مشهورة واحدة أقل شهرة. القداس الكورنلوسي ليه اتنين، واحدة مشهورة والتانية أقل شهرة. احنا برضو عشان دي الوقت مش هنقدر نقول كل التفاصيل، لكن احنا بنقول ذكر بالذكر، يعني ذكر الشيء بالشيء يذكر. صلاة الصلح، صلاة الصلح عندنا لكل قداس من الأداريس الثلاثة صلاتين صلح. الباسيلي يا الله العظيم الأبدي مصدرها القديس باسيليوس، صلاة الصلح الثانية اللي هي عالٍ فوق كل قوة النطق، دي منسوبة لواحد اسمه القديس يوحنا مثلث الطوبة وهنعرف مين هو. القداس الغريغوري عندنا واحدة للقديس غريغوريوس والتانية للقديس ساويروس الأنطاكي. صلاة الصلح للقداس الكورنلوسي عندنا اتنين، واحدة للقديس ساويروس الأنطاكي والقديس يوحنا مثلث الطوبة. الملحوظ على أواشي أو صلوات الصلح الستة إن الباسيلي اللي هي الله العظيم الأبدي، والتانية اللي هي أيها الكائن الذي كان اللي هي بتاعة القديس غريغوريوس، طبعا تفاصيلها اللاهوتية والعقائدية أكتر، لدرجة أن أيها الكائن الذي كان اللي هي الأولانية بتاعة القديس غريغوري تقريبا في ناس كتيرة بتستخدمها وسيلة لشرح لاهوت السيد المسيح والتجسد والفداء، لأنه مثلا بيقول لا ملاك ولا رئيس ملائكة إلى آخره. لكن احنا عندنا صلوات القداس الكورنلوسي بالرغم ان ما فيهاش تعاليم لاهوتيه، لكن كلماتها بسيطه وبتركز على الهدف بتاع صلاه الصلح، بتركز على ان احنا بنقول يعني مثلا نقول ولا نكون مثل شبه يهوذا الخائن، اللي هي في القديس يوحنا اللي هي يا اله المحبه، وقديس ساويروس الانطاكي اللي هي بتاعت انا ناسي اسمها يا رئيس الحياة. الاثنين بيتكلموا برغم ما فهمش تعاليم لاهوتية كتير، لكن ببساطة بتتكلم عن هدف صلاة الصلح، ان يكون لنا قبلة صلح كاملة بغير غش وبغير رياء. وده بصراحة يمشي مع جو القداس الكورنلوسي اللي بيميل لفكر البساطة مع التقوى. مين هم القديسين دولت؟ القديس ساويروس الانطاكي ده بطريرك كرسي انطاكيا، وهو القديس المحبوب لكنيستنا، عاش منفي في مصر في دير ابو مقار فتره طويله، ومن كتر حب كنيستنا ليه حطينا اسمه زي ما باشمهندس سامي قال قبل كتار قوي في كنيستنا في المجمع بتاع القداس. وده يعني ما اقدرش اقول ده عيب او ميزه، ولكن اقول ان القديس ساويروس انطاكي كان سايب بصمه واضحه في كل اللي عصره او في العصر اللي هو عايش فيه، فكنيستنا حبته وحطت اسمه في المجمع وحطيت له صلاتين صلح في القداس. مين هو القديس يوحنا مثلث الطوبة؟ هو اسمه جون اوف بوسترا او القديس يوحنا اسقف بوسرا. بوسرا دي مدينة في سوريا تبعد حوالي 100 كيلومتر من دمشق اللي هي العاصمة السورية الحالية، وجه اسمها في الكتاب المقدس في النبوة من هو ذا الآتي من ادوم بثياب حمر من بوسرا. القديس ده عاش امتى؟ في رأي وده الرأي التقليدي ان هو كان عايش تقريبا في القرن العاشر الميلادي، وهو كان على نفس ايمان كنيستنا القبطية، والكنيسة كانت بتحبه وخدت منه الصلوات ده. في رأي احدث بعد دراسات يعني، ورأي احدث وبعد اكتشافات ان هو كان عايش في القرن السادس، عاش في القرن السادس يعني قبل التاريخ ده ب 400 سنة. والحقيقة احنا حاليا يعني في اكتشاف اسمه خلاج الدير الابيض، ده خلاجي في دير الانبا شنوده في سوهاج بيرجع لحدود القرن التاسع، في القداسات الكاتكيسه بتصليها. من ضمن الاداديس دي قداس اسمه القديس داس القديس يوحنا اسقف بصر اللي هو القديس بتاعنا. فمعنى ان احنا عندنا نص من القرن التاسع لهذا القديس، بمعنى كانه كان عايش قبل هذا العصر بفتره طويله. اوكي، قديس يوحنا اسقف بصر ليه صلاتين صلح، الأولى بتاعت عالٍ فوق كل قوة النطق اللي هي التانية بتاعت القداس الباسيلي، والتانية بتاعت القداس الكورنلوسي. ليه صلوات تانية، ليه صلاة الحجاب اللي بتتصلى في القداس الكورنلوسي، وليه صلاة شكر في آخر القداس الكورنلوسي برضو هو اللي حاططها أو هي متاخدة من القداس بتاعه. ملحوظة إن لحن اهتن برزفية اللي احنا بنقوله أو بشفاعة ولاية الإله مش موجود في القداس الكورنلوسي.
طب ما انا ما شرحتش ليه؟ لا الهيتنيات دي بتصلي قبل البولس. لا انا بتكلم على هتن برزفية اللي هو بشفاعه ولايه الاله. لو احنا فتحنا القداس الخلاجي ابونا عبد المسيح اللي هو الخلاجي تمام بقى شبه المصدر الرسمي لاغلب صلواتنا حاليا مش موجود فيه، ولا في الخلاجي اللي قبله اللي هو اول خلاجي مطبوع من القرن ال18 اللي هو بتاع واحد اسمه رفائيل الطوخي. ايه السبب في كده؟ السبب في كده ان ترتيب الصلوات تطور شوية. احنا في الاصل، في الاصل احنا الوضع الحالي بنقول ايه؟ بنقول قبلوا بعضكم، وممكن نقول قبليه لحن زي افرحي يا مريم، وبعد يقول قبلوا بعضكم كاملة، وبعد كده نقول هتن برزفية، وفي اخرها بنقول إليئوس او رحمة السلام ذبيحة التسبيح. حقيقة ما كانش ده الترتيب، الترتيب كان مختلف. كان الشماس بيقول اولا قبلوا بعضكم بعضا، دي اول حاجة. بعد كده الشعب يقول افرح يا مريم او عمانوئيل اللي هو بتاع القداس الكرولوسي او اي اسبازموس مناسب، وكان من ضمنهم هتن برزفية بتاع القداس البسيلي. وفي اخر هتن برزفية يرجع الشماس يقول تقدموا على هذا الرسم، قفوا برعد والى الشرق انظروا ننصت، ويبتدي الشعب يقول رحمة السلام ذبيحة التسبيح. فاذا هتن برزفية الفكرة بس ان هو كان تبع البسيلي، وبالوقت حصل شوية تعديل في ترتيب الصلاة. بما ان القداس الكرولوسي شوية مش مستخدم، فاغلب الناس او اغلب اللي بيطبع الكتب الطقسية حافظ على الوضع بتاعه، مع ان التانيين زيه بالظبط، يعني البسيلي والغرغوري زيه في الترتيب، بس كمان البسيلي والغرغوري تطوروا في النقطة دي، فالكرولوسي والكرولوسي مش مستخدم فحافظوا على ترتيب الكرولوسي بالمنظر ده. لكن طبعا ما فيش معنى ان احنا نصليه زي البسيلي والغرغوري، بس اللي يفتح الخلاجي تلفت نظره ان اللحن ده مش موجود. بعد كده افكركم احنا بعد صلاة الصلح والقبلة المقدسة المفروض بنقول مستحق وعادل. لا مش موجود خالص. لا ما هو مش غريبة، لان هتن برزفية ده تبع القداس البسيلي بس. هتن برزفية تبع القداس البسيلي بس، مع الغرغوري ده تطور معاه، يعني دخل على الغرغوري ومعرفش يخش على الكرولوسي عشان مش مستخدم كتير. بس هي فكرة عدم استخدام. وعلى فكرة قداس اللقان في نفس الوضع اللي بقولكوا عليه، مفهوش هتن برزفية، هي اضيفت حديثا يعني. طيب بعد كده مستحق وعادل هنتكلم عنها بس متأخر شوية، هنخش في الأواشي. ملفت جدا للنظر ان الأواشي، يعني لما يجي حد يقرأ في الطقس يقول ان الأواشي في القداس البسيلي والغرغوري بتتحط بعد التقديس، لان احنا بنطلب من المسيح الموجود على المسبح ونطلب منه ان هو يقبل صلواتنا عن الأسمار ومياه الأنهار وعن رئيس الأساقفة وسلامة الكنيسة إلى آخره إلى آخره إلى آخره. الأواشي في الكرولوسي قبل التقديس، فإيه تفسيرها؟ طبعا هو تفسير نطلب من المسيح يمكن يكون تفسير حديث، لكن الحقيقة في واحد من علماء الليتورجيات ذكر التفسير ده، قال إن الوضع بتاع الأواشي هو وضع أصيل في الكنيسة من أيام العهد القديم، إن الصلاة في الفكر اليهودي واللي انتقل منه للفكر المسيحي، وده مش عيب، ان احنا تبتدي الصلاة بشكر وتسبيح وسطها طلب وتنتهي بشكر وتسبيح. قال ده يمكن ده وضع القداس الكرولوسي، ان هو بيبتدي بشكر اللي هو مستحق وعادل، وبعد كده الاواشي، وينتهي بقدوس والتقديس اللي هو برضو تسبيح وشكر. فيمكن بيقول ان الشخص اللي حط القداس الكرولوسي يمكن يقصد ماري مرقس او البابا كرولوس، هو على شخص على دراية بالخلفية الطقسية او بالخلفية الخاصة بالطقس او ترتيب الصلوات من ايام الكنيسة العهد القديم. الاواشي عندنا 17 اوشية، البسيلي 7، الغرغوري اظن 14 او 15، الكرولوسي 17. فالقداس الكرولوسي اللي منكم يسمع اواشي يحس انها قريبة جدا مننا. يعني مثلا لما يقول في حاجة اسمها أوشية القيام، القيام يعني أذكر يا رب اللي موجودين في الكنيسة دلوقتي، دي ما بتصلاش لا غرغوري ولا بسيلي. حاجة زي رتب الكنيسة، ده بيذكر العزارة والشيوخ وبيذكر المرتلين ويذكر الأغنسطسين،
ده ما بيذكرش برضو لا غريغوري ولا باسيلي. الحاجة التانية ان في الغالب ان القداس الكرولوسي هو الاقدم، هو مصدر الاواش اللي احنا بنصليها حاليا، يعني اوشية المرضى، المسافرين، القرابين، الراقدين، كل دي من 17 اوشية. جه مصدرها منين؟ جه مصدرها في رفع بخور باكر وعشية، ان اتخذت نصوصها من القداس الكرولوسي في الغالب، لانه اقدم من اي حاجة تانية. اوشية الرئيس من ضمن 17 اوشية ان بنصلي من اجل رئيس الارض. الملحوظة الحلوة، القداس الغرغوري لان القداس مش مصري قال صلوا من اجل ملوكنا محب المسيح. احنا في مصر القداس كرولوسي بيقول صلوا من اجل رئيس ارضنا عبدك. ربما يكون السبب ان القداس الغرغوري جاي من بيئة الملك فيها بيكون مسيحي، فمنطقي يقول صلوا من اجل ملوكنا محب المسيح. ولان احنا في مصر كان نادرا ما يكون رئيس المملكة او القائد ينتمي لكنيستنا روحيا، برضو ما منعش الكنيسة انها تصلي تقول له اذكر يا رب رئيس ارضنا عبدك فلان وفلان وفلان. اوكي، من ضمن الحاجات الجميلة الطلبة. طبعا احنا اشهر طلبة اللي هي بتاعت القداس الغرغوري، نعم ايها المسيح الهنا ثبت اساس الكنيسة. حلوة كل حاجة وعميقة جدا. الكرولوسي الطلبتين بتوعه هنتكلم عنهم في منتهى الجمال ومنتهى العمق، وياريت يتصلوا حتى لو مش هنصلي كرولوسي ممكن نصليهم زي ما بنعمل ما بين المزج والبصير وغرغوري. المهم ان اول اوشية اللي هي اول طلبة اللي يحل المربوطين في ربط ما بينها وبين نص كتب القديس اكليماندوس، ده من الاباء الرسوليين. قديس اكليماندوس الروماني ده الجيل الثاني بعد الاباء الرسل. عندنا نص قريب جدا للقديس اكليماندوس من طلبة حل المربوطين، فوارد جدا يكون الطلبة دي قديمة جدا 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 لعصر قريب من عصر القديس اكليماندوس، وده برضو يحسب لكنيستنا انها عارفة تحافظ على قداسها على مدار القرون الطويلة دي من غير حاجة تتغير فيها. دي الطلبة، بيقول حل المربوطين، خلص الذين في الشدائد، الجياع اشبعهم، صغير القلوب عزهم، الساقطين اقمهم، القيام ثبتهم، الضالين ردهم، عدهم مع شعبك، انقذنا من خطايانا، كن حارسا وساترا علينا في كل شيء. بالرغم من الكلمات بسيطة لكن عميقة جدا، وفعلا لو احنا صليناها هتسيب اثر جامد جدا في نفوس الناس اللي بتصليه. المجمع، طبعا المجمع في القداسين الباسيلي والغرغوري بيجوا بعد الاواشي، هنا جايين في وسط الاواشي، ربما لان هي مرشية الراقدين، وربما يكون لحاجة احنا لسه ما اكتشفناهاش، بس هي كانت ملحوظة جيدة ان المجمع في وسط الاواشي. في ملاحظات في المجمع، اول حاجة انه قصير، يعني احنا القداس الباسيلي اللي منكم يفتح الخلاج الكبير حوالي 6 صفحات، والغرغوري تقريبا نفس النص، الكرولوسي 1.5 صفحة. طب ليه؟ اوكي اتأخرت قوي كده معلش انا اسف. ليه هو قصير؟ طبعا هو المجمع بصفة عامة المخطوطات بتاعته مختلفة، يعني في مجامع مجرد اسم الست العذراء والقديس يوحنا المعمدان والشهيد استفانوس وماري مرقص وشفيع الدير او شفيع الكنيسة ويقفل المجمع على كده. واضح ان المجمع كان بيتطور في الباسيلي والغرغوري اكتر منه في القداس الكرولوسي، ده من ناحية لانه قليل الاستخدام فالناس ما بقتش تغير فيه كتير زي الباسيل والغرغوري، والحاجة التانية بسواشي فبقى يلجأوا للصيغة المصغرة بتاعته. في ملحوظة حلوة دي عملناها احنا في البحث، يعني جمعنا كذا نص للمجمع، لقينا ان النص الحالي بتاع القداس الكرولوسي قريب جدا جدا من النص اللي كاتبه ابونا او القس ابن السباع او يوحنا ابن ابي زكريا ابن السباع، ده اللي هو صاحب كتاب الجوهره النفيسه في علوم الكنيسه، نفس النص تقريبا، احنا كاتبينه في الكتاب بالتفصيل بس هنا عشان دي الوقت والمكان كاتبينه بالتفصيل ومقارنينه بنص تاني اللي هو بتاع خلاج رفائيل الطوخي، قد ايه النص الحالي قريب جدا من نص الجوهره النفيسه. فوارد جدا يكون ابونا عبد المسيح وهو بيرجع ويكتب الخلاج بتاعه اخذ نص من مخطوطه او من خلاجي قريب جدا في العهد من الجوهره النفيسه. طب اهميه الكلام ده في ايه؟
لان لما نلاقي مثلا ان في النص ده ما فيهوش البابا اثناسيوس، معقولة الكنيسة القبطية ما تاخدش بالها ان البابا اثناسيوس مش محطوط في المجمع بتاعه؟ شيء غريب. لكن لما رجعنا لنص الجوهرة النفيسة لقينا فعلا البابا اثناسيوس مش موجود. ربما يكون ده اغفال تاريخي بحكم ان النساخ او كان اللي بيكتبوا ما كانوش واخدين بالهم من اهمية القديسين اللي كانوا بيتكلموا عنه. البداية والنهاية مختلفة. احنا البسيري بيبتدي لان هذا يا رب امر هو ابنك وامر ابنك الوحيد ان نشترك في تذكار قديسيك. المجمع في القداس الكيرولوسي بيبتدي كده، اباؤنا واخواتنا الذين رقدوا اذ اخذت نفوسهم نيحهم، ويبتدي ابائنا القديسين رؤساء الاباء الى اخره. الختام هو من اجمل النصوص في القداس الكيرولوسي اللي هو اننا يا سيدنا لسنا مستحقين أن نتشفع في طباوية أولئك القديسين، بل هم القيام أمام ابنك الوحيد. هنتكلم برضه عن اللحن ده في الآخر، بس من ضمن النصوص الجميلة فيها نفس الروح، كلمات بسيطة وفيها عمق التقوى والخشوع في الصلاة. الترحيم الكيرولوسي اللي هو هؤلاء وكل أحد ليه لحن معروف برضه هنتكلم عنه في الآخر. هنا من ضمن الحاجات اللطيفة إن احنا خلاج القديس سرابيون اللي هو من القرن الرابع، والنص الحالي اللي احنا بنصليه في القداس لو انتوا حضرتكوا قريتوا تلاقوا شبه تطابق ما بين الترحيم اللي كان بيتصلى في القرن الرابع واللي احنا محافظين عليه لغايه دلوقتي. حاجات جميله جدا كون ان كنيستنا تعرف ان تحافظ على هذا التراث من غير تغيير، ده يعني اضافه لينا او اثبات ان احنا كنيسه فعلا قوية في إيمانها وتعرف تحافظ على عقيدتها. أوكي؟ خلاص بقى. ألحان القداس الكيرولوسي. القداس الكيرولوسي للأسف حسب ما وصل لنا من المرتل الكنيسة ومن قدامى الباحثين في الطقس زي أستاذ راغب مفتاح، إن القداس الكيرولوسي ضاع. يعني إيه ضاع؟ كألحان مفيش حاجة، مفيش يعني المعلمين الحاليين ما يعرفوش حاجة عن ألحانه أو الكهنة الحاليين. الكلام ده يرجع لقرب القرن 19، لأن مثلا لما نعرف إن واحد زي أبونا أندراوس الصمويلي، واحد زي المعلم ميخائيل جرجس البتانون، الناس دي عاشت في بدايات القرن 20 ما كانوش يعرفوا حاجة عن ألحان هذا القداس. إيه السر؟ إحنا ما عندناش إثبات أو دليل أو إيه القصة ليه الألحان دي ضاعت، ربما بسبب قلة الاستخدام، بس احنا للاسف خسرنا الحان هذا القداس. لكن احنا لسه في ايدينا خمس الحان. اول حاجه مقدمه المجمع اللي هو ابانا واخواتنا الذين رقدوا، ده بيتصلى على وزن، اللي يعرف الحان على وزن ازفيتي اناستاسيس، ليه نفس الوزن تقريبا. الترحيم اللي هو هؤلاء وكل احد على وزن نفس اللحن. اننا يا سيدنا مكتوب كده عليها في الخلاجي تقال بلحن ايوب. برضو ايه قصة لحن ايوب دي؟ عليها علامات استفهام. في من ضمن الحاجات المكتوبة في الخلاجي مثلا يقولك وتقال هذه بلحن العتيقة، وفي حاجة اسمها لحن العليقة، مش العليقة اللي احنا عارفينها. هو ده يعني ده بحث شفوي اللي انا عملناه ده، ان من ضمن المعلمين القدامى في الكنيسة اللي هو المعلم توفيق اللي هو معلم دير المحرق، ده عاش في بدايات القرن العشرين وامتد به العمر لأوائل سنة 2000 أو 2001 وتنيح في بداية سنة 2000 وحاجة 2001 2002. كان في تسجيل ليه معاه قال إن لحن أيوب ولحن العتيقة دي ألحان كان بتتصلى بها النبوات القبطي بتاعت العهد القديم، وبالوقت اندثرت هذه الألحان وما تبقاش منها غير الأسماء اللي موجودة في الكتاب وقطعة إننا يا سيد. وارد يكون ده تفسيره الشخصي، بس أنا بقول لكم رأي من واحد كان عايش من زمان وكان معلم في الكنيسة. عندنا أسباسموس أدام، لحنه جميل جدا طبعا، اللي هو عرزني فرح يا مريم ومعانيه حلوة، اللي هو عمانوئيل إلهنا في وسطنا الآن بمجد، اللي هو نفس لحن بقوره او اللي هو يا ملك السلام، بس هنا في تناغم. ازاي عرفنا نستخدم نص يتناغم مع روح الصلاه؟ لما يجي وقت القبله المقدسه يقول عمانوئيل الهنا في وسطنا الان،
ده بيدي معنى حلو وعمق وروحانية في الصلاة، الربط ما بين السلام والصلح ووجود المسيح في وسطنا. الأسباسموس الواتوس اللي هي بدايته هذه المائدة، ده لحن كلامه يوناني لكن لحنه قبطي، وده على فكرة من أقدم الأسباسموسات الواتوس في الكنيسة، لأنه مكتوب في كتب قديمة جدا ترجع للقرن الاثناشر والتلاتاشر. والغريب أنه برضو ما فيش حد بيسلمه، ودي حاجة تزعل، برغم أن التسبيح يعني كون ان احنا نشترك مع الشيروبيم في التسبيح ده نص الاسباسموس، محدش بيسلمه ومحدش بيحفظه ومحدش بيقوله. صلاة الصلح ده رأي مستحدث شوية، ده رأي استاذ راغب مفتاح وابونا متياس نصر، ان الكرولوس القبطي واخد من الغرغور القبطي، وعلى هذا الاساس ابونا متياس نصر مسجلها، مسجل صلاة الصلح على وزن صلاة الصلح الغرغوري. ده وجهة نظر، الله اعلم. اوكي، اخر ستين سلايد، انا عارف طولت وصدعتكم، بس معلش كان لازم نذكر كل حاجه على قدر الامكان. في حاجات مميزه في الممارسات الطقسيه. يعني ايه ممارسات طقسيه؟ يعني الحركات اللي بيعملها ابونا في القداس، القداس الكرولوسي، في حاجات مميزه. اول حاجه في قطعه مستحق وعادل اللي موجوده في القداس الكرولوسي، في اخرها ابونا بيقول هذه اللي هي البخور، يعني التي تقربها لك جميع الأمم من مشارق الشمس إلى مغاربها ومن الشمال إلى الجنوب. وهو بيقول الجملة دي، الشماس بيجيب له الشرية ويحط فيها البخور ويبتدي يبخر بعلامة الصليب فوق الجسد أو فوق الأربانة أو الحمل وفوق الكاس، وده مش موجود في لا في البسيلي ولا في الغرغوري. احنا مستحق وعادل بتكمل على طول، ولكن الربط ما بين الصلاة والحركة الطقسية كان جميل جدا في النقطة دي. حاجة تانية، القداس الكرولوسي اتفقنا ان قطعة قدوس متأخرة قوي بعد الأواشي، وهي بتسبق التقديس مباشرة، والشعب بيقول الأسباسموس الواتوس أو الشاروبيم يسجدون لك، أبونا اللي هيقدس القرابين أو أبونا اللي هيبتدي يمسك الأربانة يتحرك ويروح يغسل إيده كاستعداد قبل ما يلمس الخبز والخمر، ودي برضه ما بتحصلش في البسيل والغرغوري، يمكن بتحصل بدري قوي في رفع الحمل لكن ما بتحصلش في نص القداس كده. والحاجه الثانيه ان الكاهن الشريك اللي هو موجود معاه في القداس بيمسك الشريه وبيدور حوالين المذبح رمزا لما اشتمه الاب في ذبيحه ابنه كرائحه سرور. الحاجتين دولت مش موجودين لا في القداس البسيلي ولا في الغرغوري. الحاجه الثالثه، ودي من اجمل الملاحظات اللي احنا اتعلمناها من البحث بتاعنا، او انا اتعلمتها من البحث، ان بالرغم ان في الحان احنا بنصليها في البسيل والغرغوري كتير، القداس الكرولوسي متغير ترتيبها، وبالرغم من هذا لسه ليها معنى حلو ويمكن معنى احلى من البسيل والغرغوري. فمثلا قطعه كما كان جايه بعد الطلبه الثانيه، هنشوف ايه الطلبه الثانيه وهتشوفوا ازاي ان الربط ما بين نص الطلبة التانية وكلمة كما كان هكذا يكون. بالرغم ان احنا كما كان دي بنقولها بعد قطعة اولئك يا رب الذين اخذت نفوسهم في البسيلي وشبهها في الغرغوري، في الكرولوسي بعد الطلبة، بالرغم ان متغير مكانها لكن ليها معنى حلو جدا. حاجة التانية، ارحمنا يا الله او جي ناينان، موجودة بعد صلاة أو تأتي قبل صلاة استدعاء الروح القدس، قبل ما أبونا يقول وهذا الخبز يجعله جسدا مقدسا، بينحني ويسجد قدام المذبح ويصلي صلاة سرية من ضمنها أنه يطلب من ربنا أنه يستمطر مراحمه ويقول له أعطنا يا رب ينبوع دموع لنسكب على خطايانا وزلتنا، وتكون يا رب هذه الذبيحة صفحا لزلتنا وخطايانا وجهلنا. وبعد ما يخلص الصلاة دي يوم واقف ويقول شعبك وبيعتك يطلبون إليك قائلين ارحمنا يا الله، والشعب يرد وراه. الملحوظة طبعا المعلمين المحدثين غيروا في نص اللحن ده، احنا بنقول ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، ارحمنا يا الله مخلصنا، ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، هنا لا يوجد ذكر للروح القدس. النص الأصلي للقداس في الغرغوري ارحمنا يا الله مخلصنا ثلاث مرات لأنه موجه لأقنوم الابن، وفي البسيل او في الكرولوسي ارحمنا يا الله الاب ضابط الكل انه موجه لاقنوم الاب. الحاجه الثالثه، كرحمتك يا رب ولك خطايانا،
بعد قطعه، فالان يا الله الاب دي شبه القطعه اللي ابونا بيصليها بعد ما بيقدس القرابين وينحني ليه. فالان نحن ايضا نصنع ذكر الامه المقدسه وصعوده الى السماوات. في اخرها شمام الشعب يقول كرحمتك يا رب وليس كخطايانا، انه بيتكلم عن الدينونه. الطلبتين اتكلمنا عنهم. اوكي، دي الطلبه الثانيه ابونا بيصليها بعد ما يقول وهذا الخبز يجعله جسدا مقدسا وهذا الكاس يجعلها ضمن كريما. يقول كده، يقول لكي يكون لنا جميعا نحن الاخذين منهما ايمانا بغير فحص ومحبه بغير رياء، صبرا كاملا، رجاء ثابت، ايمانا، حراسه، عافيه، فرحا، تجديدا للنفس والجسد والروح، ومجدا لاسمك القدوس، ومشاركة سعادة الحياة الأبدية وعدم الفساد وغفران الخطايا. فالشعب يقول كما كان هكذا يكون من جيل إلى جيل، بالرغم أن الكلام هو هو، بس لما تحط برا الطلبة أضاف معنى تاني. أوكي، شكرا، أنا طولت بس حبينا نوضح جمال الطقس. شكرا.